رجعت لكم من جديد وفيديو جديد. هالفيديو بتكلم لكم عن عناية بأظافري. ببدأ أول شيء بالأدوات اللي عادة أستخدمها بالعناية. أول شيء عندي مبرد في اللين 6 جهات، طبعا هالمبرد بنعرف كل جهة ليش تستخدم. ثاني شيء عندي اللي هو كريم الترطيب من ذا بودي شوب، مجموعة اللوز. ثالث شيء عندي زيت اللوز للأظافر، أو بالأصح للجلد حال الأظافر، وبنعرف كيف استخدامه بعد شوي. رابع شيء عندي واللي إيه آخر شيء أدوات القص. طبعا أدوات القص لازم تكون معقمة قبل وبعد الاستخدام عشان ما تنقلك الأمراض. نبدأ بطريقة العناية. نجيب قالب أو أي صحن يكون مخصص هالشيء، نحط مطهر لليدين أو معقم. فائدة هالخطوة تعقم لك الأظافر وتسهل لك إزالة الجلد حول الأظفر. تحطين يدك تقريبا من دقيقة إلى دقيقتين، وبكذا يكون تعقمت عندي الأظافر وأقدر أشيل الجلد حول الأظفر بكل سهولة. والآن ببدأ أستخدم زيت اللوز أحطه حول الأظافر بهالطريقة. بعدها بنفس غطى الزيت أبدأ ألين المنطقة بلطف. بعدها أبدأ أستخدم هالأداة، أبدأ أدف الجلد بخفة بنفس هالطريقة. والآن أبدأ أستخدم هالقصاصة اللي يكون راسها مايل، أقص الجلد اللي دفيته. وبهالمرحلة أنتبه ما أقص الجلد الميت، لأن الجلد الميت ما ينقص إلا مرة إلى مرتين في الشهر. بعد ما قصيت الجلد أبدأ أقص الأظافر. طبعا أنا شكل أظافري بين اللوزي والمرقوص. قص الأظافر أو قص أطراف الأظافر لازم تكون كل مرة في الأسبوع عشان يحفز على نمو الأظفر. والآن أبدأ أبرد الأظافر. طبعا برد الأظافر لازم يكون باتجاه واحد من تحت لفوق. والآن أبدأ أستخدم الـ4 جهات لتلميع الأظفر. هالطريقة ما أستخدمها كثير لأنها تضعف الأظفر مع الاستخدام الكثير. الخطوة الأخيرة أبدأ أستخدم كريم الترطيب. طبعا هالكريم غني عن التعريف، ريحته جدا جدا رهيبة. أبدأ أحطه على يدي وأحطه على نفس الأظافر بعد. وبكذا يكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن يكون أعجبكم واستفدتوا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك.